يعني عايزين نقول للناس يعني رسائل من فنان فلسطيني أردني عربي في أوضاع الأمة دلوقتي، أوضاع مصر وسوريا وليبيا والجزائر والسودان وفلسطين قبل الكل، تقول إيه؟ يعني أولا بنقول إنه الأمر أعتقد ما انتهاش على كده، يعني أمر الثورات. أيوة، ما أعتقدش، لا مش كلامي أنا، يعني أنا مش منظر ولا محلل سياسي ولا، لكن أعتقد إنه يعني قانون الحياة، القانون الإلهي لا يقبل بالظلم، يعني لابد إنه في النهاية الحق يجب أن ينتصر، مش بإرادتنا ولا بكيف ولا حتى بقدرتنا وطاقتنا وشطارتنا، يعني إحنا للأسف إحنا يعني لازلنا لسنا على قدر النهضة ولسنا على قدر لحظة النصر، يجب أن نستعد للحظة النصر. وأقول لجميع يعني أحبائنا، صحيح الإنسان اللي قاعد برا وعايش حياته غير عن الإنسان اللي في المعتقل أو في السجن سواء كان في مصر أو في غيرها، أو غير عن الإنسان اللي يعني بيعيش حالات الظلم والقتل والتهجير. أهلنا في فلسطين وفي القدس من أيام هدمت بيوتهم وهذا باستمرار، غير عن ما حدث في سوريا وفي مصر وفي ليبيا وفي اليمن. هذه يعني لا تشعرنا، المفروض أن لا تشعرنا باليأس، يعني هي مرحلة إن شاء الله الشعوب قادرة على أن تجتازها. يعني فقط هذه رسالتي اللي أنا ممكن أقولها إنسانيا، ولا يعني أو يعني ليست رسالة سياسية بقدر ما هي رسالة إنسانية دافعها الحب والغيرة على الأمة فقط.